اهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن قصة حقيقية واللي بعنوان شكنتولا دي في. لكن قبل ما نبدأ، لو لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ الفيلم في سنة 1934 في بنجلور في الهند، وكانت شكنتولا دي في فتاة عندها 5 سنوات بس كانت موهوبة جدا، وبيواجه أخوها مشكلة حسابية لكن بتقدر إنها تحل المسألة والمشكلة ومش بيديها أي اهتمام ولا بياخد الأمور بجد. الغريب إن بعد كده بيعرف والدهم عنها أول ما اكتشف إن اللي عملته كان صح، وبيندهش والدها أول ما شاف موهبتها وإنها قادرة على إجراء حسابات معقدة في سنها الصغير ده، وبياخد خدها للمدرسة عشان تعمل عرض الرياضيات، وفي المقابل كان بينتهز الفرصة عشان يكسب المال. وما كانتش مضطرة للحضور لانها عبقرية، ومعنى كده انها ما دخلتش المدرسة. ويبدأ والدها في حجز العديد من العروض، وبتستخدم شكنتولا مهارتها في الرياضيات وبتكسب والدها اكتر. وبعد يوم واحد من عودتها من العرض بتتصدم ان اختها توفت، وتتأثر وتنهار وبتسألهم هم ليه ما خدوهاش للمستشفى وهي تعبانة، حتى كانوا طلبوا اي فلوس من والدها من اللي بيجمعها، وللأسف والدتها ما تردش عليها وبتنزعج وبتتعهد على نفسها انها مش هتكون زي والدتها اللي شخصيتها ضعيفة. وبعد 20 سنة في سنة 1954 بتكبر شكنتولا وما زالت بتقدم عروض الرياضيات، وللأسف الكل كان بيسخر منها، بس كان عندها القدرة انها تخليهم يقدروا موهبتها المذهلة. وبتروح لانجلترا وبتزور اماكن مختلفة بعرضها الاستعراضي، ومحدش برضه بيوافق عليها. وبعد ما زارت اماكن مختلفة تانية بتلاقي نفسها عند مجتمع الرياضيات الملكي، وبتعرض موهبتها قدام العديد من علماء الرياضيات وبيحسوا بالدهشة. وكان خارج المركز ده شخص اسمه جافير، وبيوقفها ويسألها عن مهارتها وازاي اتعلمتها، وبيسأل لو كانت راحت الجامعة عشان تحل المسائل المعقدة دي بكل سهولة، وتصدمه انها عمرها ما دخلت المدرسة ابدا. وبيعرفها انه من اسبانيا، وبيوعدها انه هيوفر لها عرض مناسب ليها، لكن لازم الاول تغير من لبسها ومظهرها بحاجة كده زي اللبس الغربي، وبترفض انها تغير من ثقافتها وانها مش هتتخلى عن اي حاجة، ويتصاحب عليها اكتر وبيعجب باسلوبها، وبياخدها لمنزله وبيعلمها اللغة الإنجليزية، وبيشتغلوا مع بعض كمان طول الوقت. لكن في يوم بيجيلها رسالة من والدتها وإنها محتاجة لأي فلوس من اللي بنتها بتكسبه، وبتوعدها وتبعت لها رسالة إنها هتبعت لها كل شهر مبلغ من المال. وبيجي اليوم اللي بتقدر فيه مهارتها في العرض، وبيتم رؤيتها في جميع أنحاء العالم، وبتتنافس كمان مع أسرع كمبيوتر في لندن، وبتجاوب على كل الأسئلة بدون أي تردد. مش بس كده، دي تعرفهم إن الكمبيوتر بيغلط وما بيعجبهمش الكلام وبيهنوها كمان. والصادم ان في اليوم التالي بتتكلم كل الصحف عن انهم اكتشفوا ان الحاسوب كان فعلا فيه خطأ، وان شكنتولا على حق بشأن السؤال الخاطئ اللي كانت معترضة عليه، وبيوصفوها بعدها بانها الحاسوب البشري، وبتأدي عروضها في كل مكان في العالم، وبتشتري نفسها منزل وهي سعيدة. وفي يوم بيعرفها جافير انه هيرجع لاسبانيا، وبتتصدم بما انها مش بترتاح لحد تاني غيره. وبتغادر لبومباي في سنة 1968، وبتقابل شخص اسمه بيربيتوش، وبتتعرف عليه في حفلة، وبيحسوا بالملل وبيروحوا بعدها للنادي وبيقضوها رأس. مش بس كده، دي تكبر وبيقرروا يتجوزوا بعد ما تقربت منه أكتر. وفي يوم بيربيتوش بيقرر إنه يقابل أهل شكنتولا، لكن ما كانتش بتحب والدتها ولا عاوزة تقابلها، وبتتجوز في سنة 1970 منه، وبتنجب طفلتها الأولى أنوبما، وبتحس ساعتها إنها فقدت نفسها الحقيقية وقررت إنها تحتضن طفلتها. لكن للأسف كانت لازم تأدي برامجها الرياضية مرة تانية، وبتروح لبلدان مختلفة عشان تقدم العروض، وبترجع شهرتها مرة تانية، وبتحقق كمان الأرقام القياسية اللي وضحها حتى العلماء والباحثون في جميع أنحاء العالم، وبيعملوا عليها اختبارات متعددة، وبيستغربوا ازاي هي بتعدي من كل ده. لكن في يوم وهي بتتحدث مع زوجها بيعرفها ويصدمها ان اول كلمة نطقتها بنتهم هي كلمة بابي، ومعنى كده ان فاتتها العديد من اللحظات العائلية بسبب العروض اللي بتقضيها دايما بعيد عن اهلها، وبتحاول تقنعهم انهم يتابعوها في كل مكان، وبيرفض زوجها انه يجادل معاها طول الوقت. وفي اليوم التالي بتغادر شكنتولا مع ابنتها، وبنروح لمشهد سنة 1978 في لندن اول ما كبرت انوبما، وبتكتب رسالة لوالدها واللي بتفتقده، لان والدتها مشغولة جدا بجدولها المزدحم. مش بس كده، دي بقت عالمة رياضيات مهمة جدا،
وبتكون مستشارة في علم الفلك، لدرجة حتى انها كانت بتاخد بنتها لكل عرض بتقدمه، وما كانتش انوبة ما حاسة بالراحة مع والدتها، وطول الوقت كانت حاسة انها مخطوفة، وعشان كده كانت مستمرة انها بتبعت رسائل لوالدها، لكن للأسف ما كانش بيجي لها اي ردود منه، بما انه هو كمان مشغول، وما كانتش تعرف ان والدتها بتحتفظ بجميع الرسائل اللي كانت بتبعتها لوالدها، وبتاخدها بعدها المؤتمر الصحفي واللي كانوا بيتكلموا فيه عن كتابها الجديد، وبتصدم الجمهور ان زوجها كان مثل الجنس، وما كانوش يعرفوا انها كانت عاملة كده بس من اجل الدعاية، وما بتستحملش بنتها الكلام ده على والدها، وبتسيب المؤتمر وبتغادر وبتصرخ في وش والدتها، وبتعرفها انها بتكرهها وانها عايزة ترجع تعيش مع والدها مرة تانية، وبتحاول تهديها، ولسه والدتها بتقدم العروض في جميع انحاء العالم، وبيضطروا دايما انهم يقعدوا في فنادق اكتر ما كانوا بيقعدوا في منزلهم، ولسه بنتها كانت عاوزه تعيش زي باقي الناس. وبعد فتره بتقابل شاكنتولا زوجها مره تانية في بومبي، وبيسالها عن بنتهم، وما كانتش عاوزاه يعرف اي اخبار عنها، بما ان من جواها كانت حاسه ان بنتها افضل بكتير معاها، عشان بتقابل العديد من المثقفين، وبتحاول تقنعه انها مش هتقدم لها في مدرسه بما ان المدارس بتقتل ابداع الطفل. لكن بعد جدال يضطروا انهم يدخلوها مدرسه داخليه في سنه 1987، وبتشتري شاكنتولا منزل جديد وبتعيش فيه هي وبنتها في لندن. مش بس كده، دي تضطر تاخد استراحه من برامج الرياضيات الخاصه بيها، وعاوزه تبقى متفرغه لبنتها، وبتخليها كمان تتحدث مع والدها مره تانية، ودي كانت لحظه سعيده بالنسبه لها، وبالذات انها ما كانتش شافته بقالها فتره طويله. وفي يوم بتسمح انوبما لوالدتها انها تشتري منزل قديم، وبتعرفها انها عاوزه تشتري عقارات قديمه وتجددها وبعد كده تأجرها، وبتحس والدتها بالسعاده بما انها بدأت تقتنع ببنتها وان عندها فكر جديد. وفي سنه 1997 بتقابل انوبما شاب اسمه اجاي للمره الاولى، وبتعجب بيه، وبيقرروا انهم كمان يتجوزوا، وبينظموا كمان حفل الزفاف بتاعهم، وبتاخد شاكنتولا اجاي وبتطلب منه انه هيعيش معاها هو وبنتها في لندن بعد ما يتجوزوا، وبيعترض عليها وعلى قرارها، وبيعرفها كمان انه هيرجع لبنجلور ويعيشوا هناك، وللاسف تغادر منزل والدتها، وبتضطر انها تعيش مع والدها، وبتتجوز كمان في منزل والدها بدون ما تبلغ والدتها باي حاجه. وفي سنه 1999 بيوصل والد انوبما الى بومبي، وبيقابل انوبما، وبتكون متعصبه ومستاء منه لانه سمح لوالدتها طول الوقت ده بانها كانت واخدها بعيد. مش بس كده، دي ما زالت شاكنتولا مصممه انها عاوزه تقرب انوبما ليها. مش بس كده، دي عاوزاها تتطلق كمان من زوجها وترجع تعيش معاها في المنزل، فبتغضب انوبما وبتغادر تاني وتسيب والدتها. وفي يوم بتروح انوبما واجاي لرؤيه الطبيب، وبيكتشفوا انها حامل، وبتتصدم بما انها ما كانتش لسه مستعده انها تكون ام، وبتقبل الحقيقه والوضع اللي بقت فيه. وفي برنامج حواري في مومبي بيسأل المضيف شاكنتولا بعض الأسئلة، لكن عقلها كان لسه مشتت بسبب المشاكل العائلية، وبتديه إجابة خاطئة وبتفتكر ماضيها، وبتغادر العرض. وبعد ما غادرت بتروح لمنزلها القديم في بنجلور، وبتفتح صندوق وبتلاقي كل مقالاتها وممتلكاتها القديمة، وبتتذكر كمان ماضيها، وبتقعد وتتأثر وتبكي. وفي يوم بيسأل أصدقاء أنوبما عن ابنتها المولودة حديثا، وبتعرفهم إنها كانت مع المربية بتاعتهم، لكن ينصحوها انها تقضي المزيد من الوقت مع بنتها وتسيب شغلها شويه، وبتحس بالذنب وبتسيب الحفله. وفي يوم تاني بيعرفها اجاي ان والدتها بتبيع ممتلكاتها في لندن، ولسه انوبما بتحاول تتابعها لفتره طويله باستخدام المسار القانوني، وبتعرف ان شاكنتولا والدتها كانت بتحتفظ بكل الارباح اللي خدتها على مدار حياتها، وبتحس انوبما ساعتها انها لازم تتحمل جميع الضرائب العقاريه اللي بدات تيجي عليها، وان ما عادش معاها المزيد من المال، وان الضريبه المفروضه عليها كانت ضخمه جدا، ومش هتكون قادرة انها تدفع كل التكاليف دي، وما كانش قدامها غير حلين، لإما تسكت وتحاول تدفع جميع الضرائب، لإما ترفع دعوة ضد والدتها وتحاول تحصل على أموالها. وبتقرر أنوبما إنها ترفع قضية جنائية ضد والدتها، وبتتهم والدتها بمحاولة تدمير وضعها المالي، ومعنى كده إنها كانت عاوزاها تتسجن طول عمرها. وبيوصلوا يوم المحكمة، وبتحس شاكنتولا بمدى كراهية بنتها ناحيتها، وإن ده كان نفس اللي بتعمله مع والدتها زمان. وفي آخر لحظة تحس أنوبما بالذنب تجاه والدتها، وفي
النهاية بيتقربوا من بعض أكتر. مش بس كده، دي بتحصل شكنتولة على جايزة إنجاز العمر في الرياضيات، وبتلقي خطاب بتشرح فيه بإنها حاسة بالذنب من إنها كانت بتكره والدتها في يوم من الأيام، ومع كل ده كانت بنتها هي السبب إنها تغير كل حاجة في حياتها وبقت إنسانة أفضل بكتير. وانتهى فيلمنا النهاردة. أنا محمود عصمت، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وكومنت لأرابيك تريلر عشان نكبر بيكم.